الو يعني مع بخير. ابني شبل بوسعيد عبد الواحد، نعم وراك تدرس في مدرسة أشبال الأمة الشهيد حمداني عدا المدعو. سي عثمان بوهران شعبة رياضيات. إذا من يعيط لك باش نخبرك الخبر بشارة خير أنك راك الأول وطني في ترتيب مدارس أشبال الأمة بمعدل عام في شهادة البكالوريا 19.02، شكرا. وراك عندك معدل المواد الأساسية. هي 19.77. نهنيك يا بني ونشجعك ونبارك لك هذا النجاح الباهر. يعني مدارسنا تاع أشبال الأمة يعني مثال يقتدى به. هنيئا لك يا بني، ونتمنى لك إن شاء الله المزيد من النجاحات والانتصارات ومستقبل واعد إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا سيادة الوزير. هو الشبل بوسعيد عبد المجيد من أسود الجزائر، انضباط، يقين واحترام، يعتلي منصة النجاح، جهود لسنوات في مدرسة أشبال الأمة بوهران أينعت لتأتي لحظة القطف بالمرتبة الأولى على المستوى الوطني في ترتيب مدارس أشبال الأمة. فرحة إنومابل، فرحة كبيرة بزاف، وهذا شرف لي وشرف لعائلتي وشرف لمدرسة أشبال الأمة وللجيش الوطني الشعبي بصفة عامة، والحمد لله يا ربي. بيان سيغ راني فرحانة بزاف باسكو كنت نستناها من عبد الواحد، تمنيتها له، كنت توجور نقول له ولدي راني بغيتك تشرف المدرسة نتاعك، والحمد لله شرفها. الحمد لله شرفني ولدي اليوم المعدل تاعو، هذا ما كنت نتسناه، هو كان يستنى ثاني وحنا كوالدين كنا نستنوا اكثر منه. كان همنا بوكو بليس المعدل تاعها الكلاسمون تاعها، مي الحمد لله يا ربي وفقه ونال واش كان باغي. الفرحه هذه عامت كاع الدار، رانا بزاف فرحانين. ان شاء الله يا ربي نتمنى له مزيد من التوفيق، تعب ونال حق تعبه. فوز جاء نتيجة المتابعة المستمرة والاهتمام الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لأشبال الأمة ليكونوا خير خلف يقود المؤسسة العسكرية نحو التقدم والرقي.